اوكي يا شباب، بعد رجعت الامتحان جاهزين تسمعوهم؟ لا. طيب للاسف في واحد منكم جاب اف، بس انا مش هحكي لكم مين، مع انه الامتحان كان كتير سهل، بس هذا الشخص اخذ اف، شكله كان مشغول امبارح وما درس منيح. بحكي معك. احنا جايين هان عشان نكبر ونتعلم من اخطائنا، بس بعض الناس لازم تتعلم اكثر. صح حسام؟ صح استاذ. احنا مش جايين نشمت بحد، لا، احنا ما بنضحك على مشاكل غيرنا. شفتك، بس تذكروا انه الدرجات مش مقياس لقيمتنا كاشخاص، كلنا بنغلط، بس اهم اشي ما تكونوا نفس اللي جاب اف. اوكي خلاص، انا اللي جبت اف، انا راسب. انا راسب. اوكي باي باي. ليش عصب؟ انا ما حكيت انه هو. المهم ما تكونوا زي حسام.